السلام عليكم. دائما المهندس او المشرف يتخيل طريقه التنفيذ وش راح يصير اثناء التنفيذ يتجنب هذه المشاكل يكون افضل بيطلع العمل مرتب. كما نلاحظ هنا هذه علب افياش ومفاتيح خاصه بجدار البدروم. تم تركيب العلب الحديد الخاصه بالافياش والمفاتيح على الجدار الداخلي او على اللوحه الداخليه لجدار البدروم عن طريق مسامير خشابيه على الخشب مباشره. هذا الاجراء يجنبنا ايش؟ دخول الخلطه الاسمنتيه داخل المفاتيح، داخل علب المفاتيح والافياش. كما نلاحظ هنا بس لو تم تركيب في طريقه قديمه اللي يتم تركيب المفاتيح على حديد التسليح، ذلك ما يكون منطبق، العلبه ما تكون راكبه على الخشب الداخلي للبدروم، فبالتالي تخش الخلطه الاسمنتيه ما بين العلبه ما بين الجدار، تخشيبه الجدار الداخلي للبدروم. تظهر بعد فك الخشب تتفاجأ انه كل العلبه فيها اسمنت، وبالتالي الكهربائي يضطر انه يحط مويه في المواسير مشان تطلع له مكان العلبه، يبدا يكسر تبدا المشاكل. ايضا كما نلاحظ هنا وتم استخدام التيب على ايش؟ على ما بين اللوح واللوح اللي هو الفراغ هذا مشان ما تخرج الروب الاسمنتين. شوفوا كيف طلع الفاصل ما بين اللوح هذا الخشب ما بين اللوح الخشب منتظم وما خرجت الروبة الإسمنتية إطلاقا. وشكرا.